ويلي 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 ليز جنتلمان حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين يا اساطير، عندنا هون السنايبر اللي بده يدمر الارض واليابس ويدمر كل شيء. شباب حبايبنا الكرام، واخيرا الشباب انا كثير مبسوط، نزل سنايبر جديد يا اساطير. يعني انا بتعرفوا كثير حبايبنا اللي بتابعنا على البث المباشر دائما بشكل يومي، دائما السنايبر شباب محبين من المحبين، سنايبر مان. حبايبنا الكرام، طبعا كثير منكم متحمس وبتحمس كثير بدكم تشوفوا الخاصيات يا اساطير. بس قبل ما بلش باي شيء يا حبايبي، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس. وقبل كل شيء يا اساطير، لا تنسوا بلايكات والشيرات، وانزل تحت اشترك اذا مش مشترك، وفعل زر الجرس، واللي ما شاهد كمان شباب نعمل شوي اعلانات عن قناتنا الثانيه حبيبي. والله الفيديو الثاني شباب نزلت لكم على قناتنا الثانيه شباب، رحله السعوديه الى جراند ماستر، بدعيكم تروحوا تشوفوا شباب، الرابط راح يكون تحت بالوصف يا ساتير. او ليتس جو حبايبي، شوفوا معي عنا هون يا ساتير الضرر، اثنين من الضرر شباب. تعرفوا شو معناته اثنين من الضرر شباب؟ سنايبر يكون في اثنين من الضرر شباب، يعني بده يدمر الفرد، يعني بده يدمر كل شيء شباب. راح ندمر السيرفر، خليكم شباب على البس مباشر، راح يدمر السيرفر شباب. وان شاء الله شباب اول راح نجهز لكم مقطع اسطوري مع هذا السنايبر شباب، ضرب السنايبر نولع فيها السيرفر اساطيري. سو ليديز اند جنتلمان، عندنا هون واحد من الضرر اوكي، وعندنا هون سرعه اعاده تحميل، يعني شباب ضرر زائد اعاده تحميل، يعني شو يعني راح يخرب الدنيا معلم حبيبي والله. وفي شيء ثالث شباب عندنا هون، لا سوي. انا حبيت اعملكم زوم يا ساتير، حبيت اعملكم زوم شباب، يعني واحد من الضرر اوكي، ركزوا معي، اثنين ضرر شباب يعني دمار شامل. اللي بعده سرعه اعاده تحميل حبايبي، يعني كرتوش بيعادل ريشارجينج فيري بيوتيفول، يعني على السريع معلم حبيبي والله. وفي الثالثه، الخاصيه الثالثه حبايبي اللي هي مخزن ذخيرة ناقص واحد. سو شباب يعني اتس بيوتيفول، يعني عادي يعني 30 ناقص شباب، نحط له شارجر 3 شارجر سريع، الوضع بيكون لوز لوز شباب. طبعا شباب راح فرجيكم شباب، راح نحاول نحصل عليه اوكي، وراح نشوف مع بعض الخاصيات الاسطورية شباب. انا كثير متحمس شباب، كثير مو شوي، كثير متحمس. سو ليديز اند جنتلمان، خلينا نشيلها، لا خلينا نشيل الزفت هذا ونشيل هذا. طبعا شباب انا من الان طبعا كثير منكم عم بيقولوا عليكم وين السيرفر؟ وين السنايبر؟ طبعا شباب انا الان بحد غير السيرفرات اوكي، بس ولكن هالايام الجايه شباب راح ينزل، حابب اعمل لكم هيك نسبق الاحداث حبايبي الكرام. سو ليديز، شو هذا؟ عرض محدود 01 وات از ذيس؟ إزالة؟ أوكي حبيبي. أول لفة يا ساتير، كثير متحمس، نضرب أول لفة، صفر، صفر جولة؟ وات؟ أوه في خصم كمان عندهم، حبيبي والله معلم. أوكي، نعمل فتح. اللفة الثانية معلم، خصم ثاني، عروض محمود، أوكي عروض محمود معلم، حبيبي والله. طبعًا شباب، لا تكتبوا لي بالتعليقات بلش الحرق على الدقيقة الثالثة، أوكي؟ عشان ما حبيبي والله، أوكي؟ اوكي بيض، اوكي مع شباب بدنا نجرب هذا السنايبر على رواق، مش حظه. اوه سيارة جديدة كمان، لفة حبيبي والله. اجا الغالي يا ستير الغالي، شوفوا لي شكله. لك تعال ادخل على المتجر معلم. طبعا هذا حسابي الثاني اوكي، عندي هون اشياء جميله جدا. ندخل على الشوت جن، مو شوت جن، وين استقنص التمنو، يا سلام عليك، فرجوا معي. شوف اللاعب كيف يشيله شباب، تحسه دبابه شباب يا الزلمه. ايش هذا؟ وات از ذيس ماي فريند؟ عرض في الفريق معلم، تعال هون فرجوا معي شباب، عن جد شيء اسطوري الصراحه. اوكي شباب ندخل على التدريب، ندخل على التدريب يا ساتير، كثير متحمس ادخل على التدريب حبيبي والله، نشوف مع بعض يا ساتير. شباب متحمس كثير شباب، انا من محبين سنايبر شباب، يعني بتعرفوا يعني انا من محبين سنايبر ولا استحمل حبيبي والله. اوكي اول شيء شباب عندنا هون اربع طلقات، مثل ما انتم شايفين شباب فيه اربع طلقات حبايبي الكرام. سو يعني اتس اوكي اتس اوكي، اربع طلقات شباب بس، ولكن هيك دمج، رح نشوف الدمج شباب اوكي. خلينا نشيل واحد ثاني، خلينا نشيل واحد ثاني يا اساطير، سنايبر ثاني. اوكي نخجل هذا العادي، اوكي هذا هو. طبعا سنايبر شباب فيه شارج، يعني بنقدر نحط له المثبت، يعني المخزن، المخزن شارجر اوكي. لا يا شباب
الاربع شارجر 1. خلينا نشوف شارجر 1. الشارجر 1 اوكي بيزيد لنا 5. اوكي شارجر 2 كم بيزيد معلم؟ كم بيزيد؟ اكيد رح يزيد 6. والشارجر 3 شباب يعني كم رح يزيد؟ هات لنشوف هات لنشوف هات لنشوف تفرج معي كم رح يزيد معلم. هات لنشوف. روشارج 6. وات كيف هيك؟ ثواني شباب 3. هذا بغير هذا 6. 6 اوكي 6 شباب 6. طب نرجع نتاكد من الشارجر 2 كم راح يزيد بالشارجر 2 شباب. خلينا نحطه هون شارجر 2 كم يعطينا معلم؟ شارجر 2 لا والله شارجر 2 والشارجر 3 يعني نفس الشيء حبايبي. اوكي طب شباب راح ناخذ هذا اول شيء. اسمعوا راح نجرب واحد بدون شارجر. اوكي شارجر عادي تمام خليه هيك. طبعا نحط البوش 3 ولا راح نجرب واحد. لا انا راح نجرب ناخذ نرجع نشتري واحد ناخذ واحد مع شارجر بوش 3 اوكي عادي تمام. والثاني شارجر سريع شباب يعني في منهم يعني منه اللهم صل على سيدنا محمد السرعه تاع البسرعة يعني على التحميل سرعه على التحميل يعني من قبل فيها سرعه تاع حبيبي والله ما عرفت اتكلم شباب من الحماس يعني من قبل في سرعه التحميل. وهذا مع الاصفر كمان شارجر اصفر يعني الوضع راح يكون لوز اللوز شباب. اوكي ليز جنتلمان الان راح نجرب على العدو نجرب على هذا لان احنا شايل شو شايل انا هذا اول او فيو ساينس اللي فيه شارجر سريع. طبعا هذا شباب نضربه كم يطول معنا نعمل رشار. اوكي اللي فيه هذا الشارج العادي هذا الساينس هذا العادي طبعا صاروا بين يضرب هذا ما فيه رش المثبت سريع المثبت المخزن سريع نعمل رشارج. اوكي هذا هذا فيه ساينس نعمل الرشارج اسرع يعني بيصير اسرع باسرع باكتشاف يعني يعني خلينا نقول هذا بطول ثانيه وشوي وهذاك ثاني نص ثانيه. اوكي اتس اوكي اتس اوكي يعني كثير سريع. اوكي شباب الان 330 330 سايلنس 330 حلو 1200 اوكي اوكي يعني صراحه راح نجرب ندخل جوا التدريب ونشوف شو راح يعطينا هذا شباب حبيبي والله. هات نشوف ايه معلم ايه حبيبي والله 165 165 شباب 165 على ترعة التوم يعني وات يا السلام يا السلام 165 شباب يعني شباب يعمل ايش معنا اطلع ولك هذا شيء حلو شباب يعني بيكون يعني 165 وبدون 33 شباب وات راح شباب بدنا نرجع للباب نطلع ولا ونجي لهون. اوكي نجي لهون حبايبي نجرب نضرب على على ادم تعال ادم هوني ادم اوكي يضرب 185 ثواني شوي 33 33 حلو نحط له نحط له درع ثلاثه وكلش خذ 520 هيد شوت شباب 112 يعني 189 هون يضرب ثواني كم يضرب على الرجل 189 يعني على الرجل بيضرب اكثر شباب هذا 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 ماله ماله هذا الادب شباب مرات ما احس ما ينحسب الدمج فيه. خلينا ندخل نجرب بالساحه بس ولكن العدد السنايبر عدد 100 بيضرب يعني 150 حبيبي ورا تعالوا تعال 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 يا قلبي تعال 165 يضرب شو يضرب 165 على الجسم على شو جرب الرجل نشوف كم يضرب الرجل شوف ماشي معلم 165 شباب يعني يعني شباب اذا اللاعب دمجه يعني فيه شوي يا دب يا دب يا دب يا دب يا دب صراحة شباب هذا راح يكون اسطوري صراحة. بالنسبة لي شباب سنايبر يضرب هذا الضرب شباب يعني اذا اللاعب 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 يكون دمجه شوي وتضربه طلقة واحدة يموت
يموت يا ست. حبايبي الكرام، الان شاب جيتكم بالسنايبر العادي اللي بدون بد ولا سكين ولا اي شيء ليزر. اوكي طبعا انا حط له مخزن 3 عادي 3 وبشترين عادي، هذا هو نفس الشيء. طبعا هذا هون عندنا كم، عندنا 7 طلقات، يعني شباب بالفرق طلقه واحده فقط، يعني بس طلقه ولا واحده بس. لايك راح ندخل نجرب شباب هذا ونشوف شو وضعه على الضرب وكيف الاوضاع معلم. هذي والله هات نشوف. 150 مثل ما توقعتوا، 150 يضرب. طبعا حبايبي الكرام 15 يعني تنزل، يعني فرق 15 بالدم يعني تقل طلقه، هذا فرق كتير مهم شباب، كتير بالنسبة لطلقة واحدة كسنايبر كتير كتير مهم حبايبي. طبعا شباب كشكل هذاك يعني شيء مرتب حبيبي والله، حبيبي والله والله. يعني شباب مثل ما قلت لكم، مثل ما قلت لكم ladies and gentlemen حبايبي، الفرق ال 15 هاي مهم كتير شباب كطلقة واحدة بالجيمات بأي مكان حبايبي الكرام. So ladies and gentlemen حبايبي الكرام، إن شاء الله استفدتم معنا بهذا المقطع يا أساطير. لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات يا أحلى ناس، وعطونا رأيكم بالتعليقات حبايبي إذا هذا السنايبر عجبكم ولا ما عجبكم ولا كيف حبيبي والله. أوكي نشوفكم على خير حبايبنا الكرام، بدعيكم مرة تانية تروحوا تشاهدوا الفيديو الثاني على قناه ثانيه شباب، رحله السعوديه لجراند ماستر يا اساطير. اللي ما شاف يروح يشوف شباب دعمكم على قناتنا الثانيه يا اساطير، راح ننزل لكم مقاطع ان شاء الله اسطوريه وجلد سنايبر وجلد كل شيء الرشاتات. حبايبنا الكرام ولا تنسوا كمان بنفس الوقت الانستغرام شباب، بنعمل سحبات على شويه، بنعمل مسابقات وكل شيء. لودز حبيبي والله بصراحه انا مبسوط، راح ينزل سنايبر اسطوري وراح نكيف والله، انا كيف. شوفوا على خير شباب، تشاو.